العلاقة متوترة جدا بين الرجلين، وهذه المكالمة طبعا كانت حامية الوطيس. الرئيس طبعا يسعى لجعل الرد الإسرائيلي محدودا كما تفضلت بالإشارة إليه، وربما الرئيس بايدن قد حدد بعض الضوابط التي سوف تتقيد بها الولايات المتحدة فيما يتعلق بأي رد إسرائيلي. وقد تردد كثيرا بأن البرنامج النووي الإيراني وكذلك المنشآت النفطية هي أهداف باعتقاد ترى إدارة بايدن أن أي ضربات لها سوف تفضي إلى صراع أوسع نطاقا في المنطقة وتجر الولايات المتحدة إلى الصراع. إذن ربما جرى الحديث عن الرد المناسب، وبالتأكيد الرئيس بايدن سيكون طبعا مستاء جدا لو أطلقت إسرائيل 200 صاروخ ضد إيران، لكن الرد برأيي سيكون مناسبا. فالرئيس طبعا يرى ما هو موقف الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن إسرائيل لم تشارك الولايات المتحدة خططها بشأن الرد حتى الآن، وهذا مهم ولافت جدا، لا تشارك إسرائيل خطط الرد. ولكن قبل أن أطرح سؤالي هذا المتعلق بالرد المحتمل الإسرائيلي، دعني فقط أنتقل لهذه الأخبار العاجلة أيضا. بحسب مصدر حكومي لبناني لرويترز، فإن الحكومة اللبنانية لم تجري أي اتصالات مع حزب الله منذ مقتل حسن نصر الله الأمين العام السابق المقتل من قبل إسرائيل، حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. المصدر الحكومي اللبناني يقول أيضا لرويترز إن حزب الله كان وافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل ولكن قبل مقتل حسن نصر الله. هذا يتوافق أيضا مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية اللبناني التي قال فيها أيضا لCNN إن حزب الله بالفعل كان وافق على وقف النار، وإنه أبلغ من قبل الوسطاء بأن حتى إسرائيل أو حتى نتنياهو كان وافق على وقف النار أيضا. ولكن إذن يذكر هذا المصدر الحكومي مرة أخرى بأن الحكومة اللبنانية لم تجري أي اتصالات بعد مقتل حسن نصر الله، ولكن قبل ذلك حزب الله كان وافق بالفعل على وقف النار. هنا أنتقل للسيد ديفيد، ولكن قبل أن ننتقل في مسألة إسرائيل والعلاقات مع العلاقات أيضا مع لبنان، تعليق سريع حول هذه المسألة بأن حزب الله بالفعل قبل أن يقتل حسن نصر الله كان وافق بالفعل على وقف النار، والآن كيف تبدو الأمور؟ أعتقد أننا سنشهد استمرار للعملية البرية الإسرائيلية. وقف إطلاق النار كان أمرا يريده حزب الله بالتأكيد، لكنه طبعا رفض فك الارتباط بين الساحتين اللبنانية والساحة في غزة ومن أجل اتفاق لوقف إطلاق النار. وهو طبعا أيضا لم يتقيد بكل أحكام القرار 1701، لا سيما انسحاب قوات حزب الله شمال النهر الليطاني، لكن حزب الله هو الذي اختار هذه الحرب التي بدأها، والآن لإسرائيل اليد العليا. وطبعا الآن حزب الله يريد وقفا لإطلاق النار، يريد وقتا لإعادة تنظيم صفوفه. وليست مفاجأة بأن حزب الله قد اتصل بالحكومة، لأن حزب الله اختار نبيه بر ليكون هو الوسيط بين حزب الله والحكومة، لأنه ليس هناك من قادة حزب الله من يرغب في أن يظهر للعلن، لأنه سوف يستهدف من قبل إسرائيل في غضون أيام.